اول مره ابدا بس يعني مع السلامه يعني اول حاجه انا تعلمت اول يعني اول ملتقى خرجت ليه تعلمت حاجه من حاجه هو ان التواصل يعني كنت كان عندي فكره انني غادي ندير شي حاجه في بلادي ما غنشوفش بالدول الاخرى يعني الدول العربيه يعني ولكن نتوما سبحان الله يعني الى ما ممكن ديروا في بلادكم يعني في البحرين تطوروا غير بلادكم ولكن ما فيكمش هذيك الانانيه يعني خاصكم توصلوها للشباب في العالم العربي وهذا هو اللي افتقدناه هنا في الشعوب العربيه يعني الشعوب العربيه يعني تعمل شيء في بلادها ما يعني وخصوصا الافكار احسن شيء هو الافكار مو الماده او الاقتصاد يعني الافكار هي اصعب شيء او توصل الفكره للشعب يعني واشمل انه المبجغه ديالكم تحقق فينا يعني مو انا يعني درنا رحله جميله جدا وبس يعني نتلاقى يعني ما في شيء المهم انه نديروا شي حاجه اللي تعجبكم وانتم كنتوا باغيين توصلوا لها وان شاء الله تجيو العام السنه الجايه ان شاء الله وكونوا درنا شي حاجه اللي نتوما راضين عليها ومع السلامه يعني ما اسايس بكم انا شكرا شكرا حسان ام امين تفضل يا ام امين مربى وين لحظه وين الميكروفون هذا هذا الميكروفون قال ما نحتاجش السلام عليكم ربما ما سمعت صوتي لأنني كنت أذن صاغية كثيرا تعرفت عليكم استمعت للكثير استفدت كثيرا وخصوصا كل ما استسمح لي مع ما عنديش مع لا أجيد الخطابات الكلامية إنسانة شوية عملية جدية في ميدان العمل الخطابات الكلامية لا أجيدها كثيرا ولكن قلت استمعت كثيرا واستفدت منكم كثيرا ومن تجاربكم ومن كل ما قدمتموه هناك ما دونته داخل سكونابي لابوات خانيان ذاكرتي والمايند عقليتي هناك ما دونته سأعيد مراجعته بالنسبة لي ما هي إلا بداية أو إعادة إحياء العمل الجمعوي لأني كنت جمعوية وتوقفت واحد مدة طويلة بعد الزواج وهذه مناسبة سأعيد إحياء العمل الجمعوي فيها وسأثابر وأنا مستعدة قلت أنا إنسان عملي أكثر مما أتكلم أحب أن أعمل أكثر مما أتكلم أو أقول ماذا فعلت ما شاء الله ما شاء الله إن شاء الله أنا راهنا الإشارة في أي إن شاء الله صيغته في الخدمات للمرأة إن شاء الله أنا هنا في المغرب أكبر عنصر متضرر هو المرأة صحيح وأحب لو أن دائما الأعمال الاجتماعية تمشي في هذا الاتجاه لأن إذا كوننا مرأة بطريقة أصلحنا أسرع سنكون أطفال وسنكون شباب إن شاء الله إن شاء الله وشكرا بارك الله فيك يا أم أمين شكرا على يعني إحنا سرقنا منك محمد من عرفنا الحين شهر تقريبا لستم أنتم من سرقتم محمد الخشب دائما مسروق من عائلتي في العمل الجمعي والتطوعي وأنا أحترم رغبته وأحترم كل ما يفعله له الكامل الحري وأنا أعوضه في العائلة دائما وجزاك الله خير ما ينقص منه هو أعوضه أنا جزاك الله خير بارك الله فيك أتمنى لكم مقام طيب في المغرب بارككم كانت فرصة جد جميلة ونتمنى نتلاقاو واحسس ان ما هي الا البدايه صحيح. واتمنى ان نستمر ان شاء الله ان شاء الله أتمنى أكيد. أن نستمر. أكيد. إن شاء الله اكيد شكرا لكم إن شاء الله. ومع السلامه مع السلامه